الأرضية. العربي جول جول جول. أمور أقل من ربع ساعة. هي واضحة هي واضحة. كارتييل البرازيلي في الطرف الأيسر اتحط في لاعب. هو مو لاعب، هو أخذ الثلاثة، فرغ المساحة. محمد صلاح النيل براحته براحته، عطاه الكرة قال له خذ خذ وكمل الباقي ما عليك. الأول أهداف اللقاء 1-0. استعجل، ممكن أن استعجل، لكن الخطورة الثانية. أوه كثير من ذلك الزمن الجميل. عربي بمشهد بمباراة أخرى جميلة رائعة تقدم. الكرة كانت هدف وبعدها الدفاع الثاني. نسجل الثاني نسجل الثاني نسجل الثاني. ومد الله حسن يقول كرة بينية. الثالث للعربي. الثالث هوبا هوبا. صدارة عربوية. الله يا عبد الله الله يا عبد الله يا حسن. بمرور فني أنيق جميل. هو قطع الكرة وهو الله الله. هذه 90% 90% الهدف لك يا عبد الله. القطع مع المرور، صناعة المساحة مع التمرير، كل هذا عمل عبد الله معرفي في الكرة الماضية. ينقل كرة تصل إلى فرانكو أريزولا الكولومبي يسجل ثاني. أيمن الآن مايلسون لمصلحة العربي. مايلسون الله في ليلة نسخة طبق الأصل عن الموسم الماضي بالأربعة مقابل واحد. في الموسم الماضي انتصر أم صلال بالأربعة مقابل نقطة الجزاء، يبحث عن تسجيل الهدف الخامس في واحدة من النتائج العريضة في بطولة دورينا. يسجلها العربي الآن. مايلسون يتقدم. بابا مالك مايلسون والخامس. مايلسون فوز ولا لا؟ كنا نسأل بكم سينتصر العربي. العربي يا جماعة في هذا المساء بالخمسة انتصر على نادي أم صلال، الفريق الذي ليس بالسهل أن